بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. تحدثت عن تصوف الحكام وتصوف الرحمن، والآن أتحدث عن التصوف الهلامي، وقد أشرت إليه آنذاك. التصوف الهلامي قلت له لك آنذاك بلا طعم ولا لون ولا ريح. لماذا يقبلون على هذا النوع من التصوف وكيف وصل إليهم؟ سأخبرك بالتفصيل. وجدوا أن طريق العلم عسيرة، وأن فيها سفرة، وأن فيها مكافحة للشهوات، وأن فيها اختبارات ووقت طويل، بداية محرقة لتكون النهاية المشرقة. الأيسر من هذا جميعا أن تأتي بمرقعة وعمامة أو بجبة جميلة وعمامة كبيرة، وتأخذ إذنا في الطريقة من الأشياخ الذين يعطون من هب ودب. هناك شيوخ يتساهلون في الإذن، فإن كان لك نسب وكان أجدادك من الصالحين فذلك هو غاية المراد من رب العباد. هذا أيسر بكثير من طريق العلم. طيب، التصوف الهلامي هذا من أساسياته عدم الخوض في الحدود الدينية، الأحكام الشرعية لا يهتمون بها البتة، يجلسون في أحسن أحوالهم، إذا أحسن واحد منهم القراءة يتحدثون عن كتاب في كتاب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. وكتاب الإبريز كتاب عظيم، لكنه كشوف وفتوحات فتح الله بها على عبد العزيز الدباغ وترجمها تلميذه ابن المبارك، لكن ليس هذا كتابا علميا يدرس فيه الأحكام الدينية. أو ربما جلسوا يقرؤون كتاب روض الرياحين في حكاية الصالحين، أو كتاب نزهة المجالس، وفي أحسن أحوالهم ربما جلسوا يتذاكرون جامع كرامات الأولياء لسيدي الشيخ يوسف النبهاني. هذا هو العلم؟ هذا هو غاية المراد من رب العباد؟ تجلس معهم فالحديث كله دون العرش وفوق الفرش، يتكلمون عن الأحوال. مرة واحدة جلستها أمام شيخ مشهور لا أعرف، أسمع به جدا في بلادنا، كان عندي سفر فوقفت عندي استراحة ساعة وهكذا قبل أن أسافر، فقلت أجلس في المسجد، فسمعت الشيخ يتكلم عن السماء الأولى وإذ بها من نحاس، والسماء الثانية فكانت من ذهب، والسماء الثالثة من قصدير ولا من غيره ما أدري، وهذه والناس يجلسون بإنصات شديد وهكذا، ويقول لهم هو رأى بنفسي، نحن لم نرى، ومن ذاق عرف. هذه الأشكال الهياكل الموجودة بعد 20 سنة رأينا كثيرا منهم في داعش. لماذا؟ لأنه أسس على الجهل وعلى الخرافة، ليس هذا التصوف يا أخي. التصوف أساسه العمل بالشريعة. أولا الاعتقاد الصحيح على طريقة أهل السنة والجماعة، الأشاعرة أو الحنابلة أو الأشاعرة أو مفوضة الحنابلة أو الماتريدية. ثانيا الفقه، يدرس مذهبا من المذاهب الفقهية المعتمدة، إن كان من العوام على الأقل يصحح عباداته، عنده دكان يعرف أحكام البيوع، حج بيت الله الحرام ملكا مالا يعلم أحكام الحج،
لا يقبل إلا بتصحيح العبادات والأحكام العينية. يحسن نطقه بكتاب الله بعلم التجويد، يتعلم أساسيات الدين. هكذا كان شيخنا رحمه الله الشيخ عبد القادر عيسى يفرض على العوام، ليس على طلاب العلم. مختصر في فقهه، كتاب في التجويد مع قراءة على شيخ ليحسن القرآن، وأساسيات الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا التصوف الهلامي كنا نراه، ندخل فنجد الجميع كل في يده دخينة، وتدخل ما تخرج مع عندهم بنصف ساعة إلا وقد امتلأت رئتاك بالتدخين السلبي، وهو أخطر من التدخين الإيجابي. وهم يتحدثون عن الفتوح والكشوفات، ويتكلمون عن أحوال الصالحين. أحوال الصالحين وأنت لا تحسن استنجاء. إذا ما جاءهم طالب علم عدلوا جلستهم ونظروا إليه بأعين محمرة، نظر التيوس إلى مدى الجزاري. هذا من أهل الظاهر، وأنتم ما شاء الله عليكم من أهل الباطن. الله يخرب بيتكم بيت باطنكم هذا. أي باطن هذا؟ أنتم من أهل الباطل. والحديث كله عن الصفاء. ما هو الصفاء؟ قصص وحكايات، إياك ثم إياك أن تذكر حكما دينيا. فإذا ما حصل بينهم شجار ونزاع، أخلاقهم كأخلاق العوام. ذهب والدي مرة لينظر في مسألة، يعني خصام بين شيخ طريقة وبين زوج ابنته، فتشاجر باللسان ثم قام يحمل عمود الخيمة ليضرب زوج ابنته. هذا ليس تصوفا، هذا انعكاس من سنوات الجهل والخرافة التي سيطرت على الأمة. تركيز الأنظار إليها على أن هذا هو التصوف، هذا من الظلم الحقيقي. هذا هو التصوف الهلامي الذي حذرنا منه ونحذر. ليس هذا تصوف العلماء، ليس هذا تصوف الصالحين. تصوف العلماء يا أخي هو تصوف الشيخ عبد الكريم الرفاعي، هو تصوف الشيخ علي الدقر، هو تصوف الشيخ محمد صالح الفرفور، هو تصوف الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت، هو تصوف شيخ الإسلام بدر الدين الحسني، هو تصوف شيخ الإسلام يوسف الدجوي، تصوف شيخ الإسلام سلام العزامي القضاعي، تصوف شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى، الشيخ عبد الله سراج الدين. هذا من الحفاظ، الشيخ عبد الله سراج الدين من أئمة الدنيا، جامع للعلوم. وهؤلاء الذين ذكرت كلهم من أئمة الدنيا، من العلماء. تصوف وموائد للحكام، لا لا لا، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لا نعرف هذا التصوف. أهل التصوف أعزة كسيدي عبد الوهاب الشعراني، كل الناس جاءوا إلى دعوة سليم الأول، دعوة الطعام، بقي في بيته. قال السلطان: هل بقي أحد؟ قال: واحد فقط، درويش شيخ عنده مدرسة يقول اسمه عبد الوهاب. قال: أكدوا عليه ليحضر. ذهبوا إليه، قال: يرفض، قال: أنا لا أذهب إلى الموائد. فقال السلطان: سليم الأول نحن نذهب إليه. فذهب السلطان إلى يزور السيدي عبد الوهاب الشعراني. اقرأوا كتابه لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لتعلموا ما هو التصوف. نعم يا أخي، علينا أن نبين لماذا نحن في حرب مع الوهابية، لأنهم يحاربون التصوف الحقيقي بذريعة وجود التصوف الهلامي، والتصوف الهلامي نحن نحاربه. قرأوا كتاب حقائق عن التصوف لشيخنا سيدي عبد القادر عيسى، هو الذي يحذر من أدعياء التصوف في كل وقت وحين. تصوف يعني العلم، التصوف يعني الزهد في الدنيا،
وهذه الظاهرة موجودة منذ زمن بعيد، التصوف المزيف. سيدنا الجلال السيوطي صاحب كتاب تأييد الحقيقة العالية وتشييد الطريقة الشاذلية ذهب إلى الخانقة السرياقوسي وهو واقف على الصوفية، قال يا جماعة أنتم لستم صوفية، شروط الواقف لا تنطبق عليكم، الصوفية صفاته 1 2 3. قال أنت تعلمنا التصوف؟ فانهالوا عليه بالقباقيب الخشبية حتى كاد يموت الجلال السيوطي. أدعياء التصوف هؤلاء يا أخي، ليس هذا التصوف، فلا تظلموا التصوف. التصوف ظلمه فريقان، فريق ينتسب إليه وقد حذر منهم الكبار والصغار من أئمة التصوف، وفريق يرى التصوف المزيف فيعمم الحكم على كل تصوف. وأعطيك مثالا بسيطا، الإسلام دين عزيز، دين الله تعالى، فلا يمكن لك أن تحكم عليه من خلال المسلمين. اذهب إلى السوق وانظر إلى العمائم واللحى، ترى أشياء كثيرة منكرات. فإذا لا يمكن أن نأخذ الإسلام بجريرة أفعال بعض المسلمين، كما لا يؤخذ التصوف الحقيقي من خلال التصوف الهلامي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.